مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. أخبار كتيرة متنوعة على مدار حلقة النهاردة، بالتحديد فيما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي، وأكيد هيكون عندنا بعض الأخبار المحلية والعالمية اللي هنتناقش فيها مع حضراتكم. ضيف حلقتنا النهاردة الأستاذ محمود عبد السميع الناقد الرياضي، وهنستفيد في الحديث في العديد من الأمور. قبل ما نتكلم في مواضيع كتير نروح نشوف أبرز عناوين حلقة النهاردة، يلا بينا. تشكيل مختلف للأهلي في ودية الإعلاميين. الأهلي ينعي اللواء حسن مسعود مدير فرع النادي بمدينة نصر. الجهاز الطبي يؤكد جاهزية السلية لمباراة القمة. مروان محسن يرتدي قناع الوجه بعد أسبوع. رمضان صبحي جاهز لقيادة الأهلي أمام الزمالك. منتخب مصر يواجه بوتسوانا وديا في الظهور الأول تحت قيادة البدري. وصحيفة إيطالية تؤكد اقتراب النني من الانتقال للميلان. في البداية طبعا عايزين نعزي أنفسنا وأسرة النادي الأهلي وعائلة النادي الأهلي في وفاة اللواء حسن مسعود مدير مقر النادي الأهلي بمدينة نصر والمدير التنفيذي الأسبق للنادي الأهلي، بعدما وفاته ألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم. في الحقيقة كان راجل قمة قمة في الأدب والأخلاق والاحترام، ومحبوب من كل الناس اللي تعرفه، وشخصية كانت مميزة جدا. يا رب ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. كان مخلص جدا لوطنه وللنادي الأهلي بكل تأكيد. وكمان عايزين نعزي أنفسنا في وفاة، ونعزي طبعا الكابتن علاء عبد الصادق في وفاة والدته، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. طبعا كابتن علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة السابق بالنادي الأهلي، وقيمة كبيرة جدا في النادي الأهلي بكل تأكيد. ربنا يرحم الجميع ويرحم جميع أمواتنا المسلمين يا رب، ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته. طيب الكلام أكيد عن المباراة الودية واستعدادات النادي الأهلي لمباراة الزمالك. زي ما احنا عارفين مباراة الأهلي والزمالك يوم السبت القادم في تمام الساعة 8 مساء، مباراة بيترقبها كل جماهير الكرة المصرية كالمعتاد، لأن هي مباراة أهلي وزمالك لازم الكل بيتابعها في الحقيقة، لأن دايما المباريات دي بتبقى يعني مثيرة فنيا وبدنيا كمان، بتبقى فيها ندية قوية جدا ما بين فرقتين، وما أكبر فرقتين بكل تأكيد في مصر أهلي وزمالك، بالتالي الاستعدادات ليها بتبقى مختلفة وقوية من قبل فرقتين ايضا، بالتحديد اللي يهمنا النادي الاهلي وتجهيزاته لهذه المباراه. النادي الاهلي النهارده عنده مباراه وديه ابتدت بالتحديد في تمام الساعه 3 عصرا، ومباراه كانت مهمه جدا وهي لسه مستمره حتى الان، مهمه جدا اكيد بالنسبه للنادي الاهلي والمستر فايلر للوقوف على بعض العناصر ومستوياتهم خلال الفترة الحالية، بالتحديد العائدين من الإصابة، وأيضا بعض العناصر ممكن ما كانتش بتشارك على مدار الفترة اللي فاتت مع النادي الأهلي. لكن خليني أقول لحضراتكم بعض التفاصيل المهمة. يعني مثلا تشكيل النادي الأهلي كان النهاردة بيتكون من شريف إكرامي في حراسة المرمى، خط الدفاع محمود وحيد كظهير أيسر، محمد هاني كظهير أيمن، واثنين مساكين رامي ربيعة وياسر إبراهيم. في نص الملعب كان موجود كل من حسام عاشور وأليو ديانج، وامامهم الثلاثي وليد سليمان واحمد الشيخ ومحمد محمود. بنقول له الحمد لله على السلامه ويشارك في اول مباراه وديه بعد اصابته بالرباط الصليبي، يا رب يكون عائد بمنتهى القوه. والمهاجم الوحيد وليد ازارو. الشوط الاول انتهى بتقدم النادي الاهلي بهدف للا شيء احرزه وليد ازارو في الدقيقه 44 مع نهايه الشوط. الشوط الثاني حصل بعض من التغييرات في تشكيل النادي الاهلي، هقول لحضراتكم بالظبط. نزل علي لطفي ونزل سعد سمير بيعود من الاصابه، نقول له الحمد لله على السلامه، عوده اكيد مهمه جدا. وايضا شارك محمد عبد المنعم وحسين السيد وصالح جمعه وجيرالدو.
دول اللاعبين اللي نزلوا في الشوط الثاني بالنسبه لمباراه الاهلي والاعلاميين، المباراه الوديه اللي بتقام في هذه اللحظات باستاد مختار التتش بالجزيره، واللي بيستعد من خلالها النادي الاهلي لمباراه الزمالك القادمه. استعدادات اكيد كلها قويه ومهمه ومميزه جدا، والكل جاهز لهذه المباراه. طيب المباراة خلاص انتهت في هذه اللحظات، وانا بتكلم مع حضراتكم نتيجة 1-0 بهدف وليد ازارو اللي احرزه مع نهاية الشوط الاول، وبالتحديد جه ضربة جزاء للنادي الاهلي في الشوط الثاني ضيعها صالح جمعة، مش مقياس طبعا على مستوى اللاعب، ضربات الجزاء وارد ان هي تيجي وارد ان هي تضيع، لاعبين كبار جدا بيضيعوا ضربات جزاء، ودي مباراة ودية في الاول وفي الاخر، لكن كويس وجميل جدا ان مستر فايلر بالتحديد يبقى عارف مستويات اللاعبين بشكل ادق من خلال مواجهة مهمة زي دي. ومعنى المباراة خلصت 1-0 بس، يبقى المباراة كانت قوية وفيها الفترة الحالية. المباراة طبعا ما كانتش مذاعة، احنا ما ذعناش المباراة طبقا لتعليمات الجهاز الفني اللي دايما بيبقى حابب نوع من انواع السرية قبل اي مباراة مهمة، وخصوصا لما تكون مباراة الزمالك. فان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق، الفريق ان شاء الله باذن الله هيستمر في استعداداته من خلال مران الغد، ومران الغد بالتحديد اللي هيشهد عودة اللاعبين الدوليين. النهارده علي معلول بالمناسبه موجود لكن ما لعبش اكيد المباراه الوديه، كان ليه برنامج خاص بيه يعني برنامج تدريبي، وبكره ان شاء الله هيشارك كل اللاعبين الدوليين سواء لاعبي المنتخب الاولمبي او لاعبي المنتخب الاول اللي عندهم مباراه بعد الساعه الا ربع من دلوقتي. فان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في استعداداته. ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي. عايز اطمن الناس بس على جاهزيه رمضان صبحي لمباراه الزمالك. امبارح كان في ماتش المنتخب الاولمبي وهنتكلم عليه بصراحه لان في قلق شويه من موضوع المنتخب الاولمبي ده، لكن رمضان صبحي مع نهايه المباراه الامس ما بين المنتخب الاولمبي المصري مع منتخب جنوب افريقيا وانتهى بفوز المنتخب الاولمبي بنتيجه 1-0 الهدف رمضان صبحي من ضربه جزاء، خرج شويه الناس قالت ان رمضان عنده اصابه او حاجه. لا، رمضان الحمد لله سليم، عنده اجهاد عام بسيط جدا بشكل يعني ما يقلقش خالص، وجاهز جاهزيه تامه باذن الله لمباراه الزمالك المقبله. وحبينا بس نطمن جمهور النادي الاهلي بخصوص رمضان، لان الناس كتير بتتكلم على الجزئيه دي. طبعا رمضان لعيب وعنصر مهم جدا في تشكيله النادي الاهلي خصوصا قبل مباراه الزمالك. ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي. منتخب الاولمبي بقى نتكلم بصراحه، انا بحب اتكلم دايما بصراحه. امبارح يا ريت الماتش ما كانش اتذاع زي ما الماتش الاولاني ما بين مصر وجنوب افريقيا ما اتذاعش وخلص نتيجه 1-1، لان في الحقيقه ماتش ما اتذاع الناس اتفرجت في حاله من القلق الكبيره جدا على المنتخب الاولمبي المصري تحت قياده الكابتن شوقي غريب. عشان نتفق بس في الاول كده، كابتن شوقي غريب مدرب كبير عنده انجازات كبيره جدا، قدر مع منتخب الشباب يحقق البرونزيه فين من زمان قوي في 2001، وشارك مع منتخب مصر في حصد العديد والعديد من البطولات الافريقيه بالتحديد في جهاز الكابتن حسن شحاته، وكان مدير فني المنتخب الاول فتره من الفترات ما نجحش فيها، لكن يبقى مدرب كبير واسم كبير ما فيش خلاف على الجزئيه دي. لكن شكل المنتخب امبارح في الحقيقه يقلق جدا. شكل هو ما كانش فيه شكل اساسا، يعني ما كانش فيه شكل لمنتخب مصر في مباراه الامس، وده اللي بيقلق شويه المصريين قبل تحقيق القوه والاهميه ومجموعه صعبه جدا معاك في بطولة الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. التفسير الوحيد اللي ممكن يظهر بالنسبة لي اللي خلى المنتخب الأولمبي يظهر بالشكل ده امبارح إن دي عملية تمويه، وأنا بستبعدها في الحقيقة. لكن في كل الأحوال إحنا مش عايزين نقلل المعنويات، مش عايزين نحبط نفسنا خالص. لا، إن شاء الله بإذن الله بإذن الله المنتخب قادر، وعندنا عناصر من أفضل العناصر اللي جت في تاريخ المنتخب الأولمبي. 28 لاعب كانوا في المعسكر ده، هيتم الاستقرار في النهايه على 21 بس. ال 28 كلهم اسماء كبيره قوي ولاعيبه اساسيه سواء مع الاهلي او الزمالك في البطولات المختلفه، بطولات محليه وافريقيه، ولاعيبه اساسيه كمان في منتخب مصر الاول. فكاسماء لا ما تقلقش، لكن كشكل امبارح لا تقلق جامد جدا جدا. نتمنى باذن الله باذن الله ان الاخطاء اللي ممكن تكون بانت في مباراه جنوب افريقيا يقدر الكابتن شوقي غريب وجهازه المعاون، لان هو في الحقيقه معاه جهاز قوي جدا ومميز جدا، ان هم يصححوا هذه الاخطاء، ان هم يجدوا شكل مناسب لمنتخب مصر يظهر بيه في بطوله على ارضنا. مش عايزين نكرر تجربه مستر اجيري وبطوله الامم الافريقيه اللي كانت على ارضنا من كام شهر. لا، عايزين ان شاء الله باذن الله المنتخب ده يدينا كده امل
لمنتخب يكون اقوى، منتخب الاول كمان، ويقدر يحقق الاهداف اللي بتتمثل في ايه خلال الفتره الحاليه، بتتمثل في الحصول على بطوله الامم الافريقيه والوصول لاولمبياد طوكيو 2020. فنتمنى لهم يا رب كل التوفيق. ومش عارف موضوع 3-3-3-1 ده انا اول مره اسمع عنه في الحقيقه، يعني دي طريقه المنتخب، لكن في كل الاحوال المدير الفني هو الادرى بشكل المنتخب، هو الادرى ان ازاي منتخب مصر هيقدر يوصل لاولمبياد طوكيو. احنا ما ننتقدش، احنا بس بنحذر قبل بطوله مهمه جدا على ارضنا وسط جماهيرنا، والبطوله من خلالها احنا عايزين نوصل لاولمبياد طوكيو، لان ده الحدث الاهم بصراحه، وخصوصا في ظل تواجد هذه الكميه الرائعه والعدد الرائع من لاعبي المنتخب الاولمبي. بصراحه لو ما وصلناش باللاعيبه دي تبقى حاجه وحشه جدا، تبقى حاجه تكسف يعني. فان شاء الله خير، وخلينا نتفائل ونساند وندعم منتخب مصر الاولمبي، وندعم كابتن شوقي غريب وجهازه المعاون، وندعم لاعبي المنتخب الاولمبي باذن الله، وقادرين ان هم يحققوا اهدافنا. ده فيما يتعلق بالمنتخب الاولمبي. كمان شويه الساعه 7 بالتحديد في مباراه للمنتخب الاول، وهي مباراه وديه اولى مع الكابتن حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، ومباراه اكيد مهمه في اطار معسكر مهم قبل فتره جايه مليئه بالمباريات الرسميه، بتحديد مباراتين سواء مع كينيا او مع جزر القمر، مباراتين في تصفيات الامم الافريقيه 2021 بالكاميرون. وتشكيل منتخب مصر خليني اقوله لحضراتكم. في حراسة المرمى محمد الشناوي، تم الإعلان عن التشكيل بشكل رسمي خلاص، محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه كل من أحمد حجازي ومحمود علاء كاثنين مساكين، كابتن منتخب مصر أحمد فتحي ظهير أيمن، وعبد الله جمعة ظهير أيسر، اثنين في نص الملعب محمد النني وطارق حامد، أمامهم كل من عبد الله السعيد وتريزيجي وحسين الشحات، والمهاجم الوحيد أحمد حسن كوكا. ده التشكيل اللي هيبتدي بيه منتخب مصر خلال مباراة اليوم بعد دقائق، وإن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في مباراة مصر وبوتسوانا. ماشي، دي كانت بعض الأخبار مع بداية الحلقة. خلينا سريعا بقى نشوف إيه اللي اتكتب عن النادي الأهلي في الصحف، لأن في حاجات كتيرة قوي النهاردة محتاجة تعليق، نروح نشوفها. الأهرام: الأهلي يحذر الوكلاء من التفاوض غير المشروع مع لاعبيه في فترة الحماية، صالح يرتبط بتعاقد ممتد وأزارو لن يرحل، وفايرلر متمسك بوجود فتحي. مباراة ودية للفريق اليوم، والمغربي ينافس أجاييه على قيادة الهجوم في موقعة الزمالك. الأخبار: الأهلي أشغال شقة، فايلر يجمع التقارير ويطمئن على الدوليين استعدادا للقمة. الشروق: تحذيرات طبية من مشاركة السولية أمام الزمالك، الموقف نهائي خلال يومين، وفايلر يطلب تقريرا طبيا عن مروان ونيدفيد ومتولي. الفريق يواجه الإعلاميين ودينا اليوم، سعد ومحمود تحت منظار المدير الفني، ومحاضرات فنية للاعبين قبل مواجهة السبت. الدستور: علي معلول ينتظم في تدريبات الفريق عقب العودة من تونس، الأهلي يواجه الإعلاميين، وأزارو يرفض العرض الصيني. الأخبار المسائي: الأهلي يستعد للقمة، رينيه يكثف الجرعات التدريبية ويحدد مهام اللاعبين. الوطن: الأهلي يتكتم على عروض خليجية وأوروبية لحمدي فتحي، وفايلر يطالب محسن بالتركيز، الفريق في مباراة ودية لتجربة عناصر الدكة، وإن بي يجدد رفضه بيع مدافعه للقلعة الحمراء. المساء: تحفيزا لنجوم القلعة الحمراء قبل القمة، الخطيب يحضر مران الأهلي وعرض أزارو للبيع، السولية شفي من إصابته وجاهز، وودية اليوم مع الإعلاميين. المصري اليوم: الأهلي يبدأ مفاوضات التجديد لأحمد فتحي وإكرامي، لاعبو المنتخب الأول والأولمبي ينتظمون في المران غدا، والسولية يشارك في التدريبات. الوفد: أمير يثير الجدل حول مستقبل رمضان في القلعة الحمراء،
الأهلي يبدأ خطة التخلص من جيرالدو، وفايلر يحفز لاعبيه لعبور الزمالك. طيب، أخبار كتيرة ومكررة في الحقيقة على مدار الأيام السابقة، بالتحديد فيما يتعلق برحيل بعض اللاعبين والتعاقد مع البعض الآخر، وهنفضل في القصة دي للأسف خلال الفترة اللي جاية. وفي الحقيقة برضو يعني لازم نتكلم في الحتة دي، إن أي صحفي ليه الحق إن هو يجتهد، وإحنا كمان لينا الحق إن إحنا نرد على هذا الاجتهاد ونوضحه لجمهور النادي الأهلي اللي دايما بيتابع أخبار ناديه في كل الصحف وال منابر الإعلامية المختلفة. نبتدي بجريدة الأهرام، واللي النهاردة كلامها منطقي جدا جدا. الأهلي يحذر الوكلاء من التفاوض غير المشروع مع لاعبيه في فترة الحماية. ده ليه؟ يعني بسبب الفترة اللي فاتت من الناس قالت لك أنا هجيب مش عارف من الأهلي مين، وهقدر أتعاقد مع مش عارف نص فريق الأهلي، كلام كله غير منطقي خالص، وكلام بيتقال كده وخلاص يعني للأسف. لأن بالعقل بالراحة كده وبهدوء، مفيش حد يقدر يتعاقد مع اي لعيب في الاهلي طالما عقده ممتد. الحاله الوحيده اللي يقدر فيها يتعاقد مع اي لعيب من الاهلي ايه؟ ان يكون اللعيب ده عقده بيخلص، زي مثلا حاله عبد الله السعيد عشان نبسطها لحضراتكم. عبد الله السعيد لما حصلت المشكله، مش مشكله يعني، الراجل لما راح مضى للزمالك مثلا كان ناقص في عقده 6 شهور، ودي المده اللي ممكن من خلالها عبد الله السعيد يمضي في اي حته. لو تكرر الموقف ان في لعيب مثلا عندنا في النادي الاهلي وعقده ناقص فيه 6 شهور او حاجه، هو براحته، النادي الاهلي ما بيوقفش على حد، عايز يروح يمضي في اي نادي تاني يمضي، اهلا وسهلا، ما فيهاش اي مشكله خالص يعني. لكن بخلاف هذه الوضعيه، ما فيش اي نادي في الدنيا يقدر يتعاقد مع اي حد من الاهلي طالما عقده ساري مع الفريق. فالوكلاء ممكن يكونوا بيتكلموا او كلام من ده مع اللاعبين الموجودين في النادي، بيقولوا لهم مثلا في نادي مهتم، كلام ده كلام عادي وطبيعي. لكن في نفس الوقت زي ما اكدت لحضراتكم، ما حدش يقدر يروح يمضي في اي حته طالما عقده ممتد مع النادي الاهلي، الا لو في قرار من النادي الاهلي يقول له اوكي روح يمضي واحنا ما عندناش مشكله ان احنا نتفاوض مع النادي اللي بيرغب في التعاقد معاك. دي حاله اخرى باشاره النادي الاهلي فقط يعني. صالح يرتبط بتعاقد ممتد، وده معروف لان صالح اسماء الكلام طلع عليهم كتير خلال الايام القليله الماضيه، ولسه عقده مش عارف بالظبط المده اللي في عقده، بس اعتقد مش اقل من 2 سنين في عقد صالح جمعه. أزار ومش هيرحل، وده يا جماعة تأكيد احنا قلناه لحضراتكم كتير، ومدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي طلع أكد الجزئية دي، إن أزار موجودة مستمرة مع النادي الأهلي، وإن ما جالوش عروض إطلاقا على مدار الفترة اللي فاتت كلها. العرض كان وحيد طبقا لكلامه، كان عرض إعارة من إحدى الدول في الخليج، وكان عرض ضعيف جدا لا يليق بالأهلي ولا بأزار. فيما عدا ذلك مفيش اي عروض جات لازارو، وازارو يا جماعه مستمر، والنهارده هو ما شاء الله جاب جون، وربنا يكرمه ان شاء الله يتالق مع النادي الاهلي خلال الفتره الجايه. فايلر متمسك بوجود فتحي، مين ما يتمسكش باحمد فتحي، قيمه كبيره جدا في صفوف النادي الاهلي واكيد منتخب مصر كمان. مباراه وديه الفريق خلصت 1-0 خلاص النهارده بهدف ازارو، والمغربي ينافس اجاييه على قياده الهجوم في موقعات الزمالك. المنافسه قويه جدا بالتحديد في هذا المركز، خصوصا في ظل تالق اجاييه، وخصوصا في تواجد لعيب بحجم ازارو. ومش هنتكلم بشكل اكبر من كده على موضوع تشكيل نادي الاهلي، لكن وارد جدا المفاجات، وارد جدا المفاجات في مباراه الاهلي والزمالك بالتحديد فيما يتعلق بتشكيل النادي الاهلي، وده اللي هنشوفه. ومع مستر فايلر ما تقدرش تتوقع في الحقيقه، فهنشوف تشكيل نادي الاهلي يوم المباراه نتاكد منه، لان في الحقيقه برضو قبل مباراه السوبر الناس كلها كانت متوقعه تشكيل معين، لقينا حاجه مختلفه خالص، وكانت المفاجاه الكبرى بمشاركه اجاييه، وكانت المفاجاه الاكبر بتالق اجاييه ومساهمته في فوز النادي الاهلي بهذا اللقب الغالي من خلال هدفين، وهدف كان اخر لحسين الشحات كان هدف جميل في الحقيقه ما يتنسيش. نروح لجريده اخرى، الشروق بتقول ايه النهارده؟ بتقول ان في تحذيرات طبيه لمشاركه السوليه امام الزمالك. مفيش اي تحذيرات يا جماعه، السوليه جاهز 100% لمباراه الاهلي والزمالك، خلاص الموضوع منتهي، الا لو لا قدر الله حصل انتكاسه ولا حاجه في الاصابه يعني، لكن طبيا اللاعب جاهز وبيتم تجهيزه كمان بشكل اكبر بدنيا عشان يكون لائق للمشاركه في هذه المباراه. الموقف النهائي خلال يومين لا اتحسن خلاص موقف عمرو السوليه. فايلر يطلب تقريرا طبيا عن مروان ونيدفيد ومتولي، ودي ميزه من مميزات فايلر ان هو دايما اللي هو ايه المدير الفني اللي عينه وسط راسه، اللي بيبقى عايز يعرف كل حاجه كبيره وصغيره بتخص الفريق، ودي ميزه كبيره قوي في الحقيقه، ممكن كان النادي الاهلي بيفتقدها على مدار الكام مدير فني اللي فاتوا بصراحه، لكن هو مركز في كل حاجه بما فيهم اللاعبين حتى لو هم مش متاحين بالنسبه له، لكن بيتابع تطورات حالتهم دايما. مروان ونيدفيد ومتولي. الفريق يواجه الاعلاميين، وقلنا المباراه خلصت 1-0. سعد ومحمود تحت منظار المدير الفني هم شاركوا النهارده، محمد محمود كان اساسي
والبعض او الناس اللي شافت المباراه بيقولوا ان هو تالق بشكل كبير. نتمنى له يا رب كل التوفيق. وامبارح كان هو في حلقه هنا مع زميلنا العزيز الكابتن اسامه الشاطر، ولعيب في الحقيقه مميز جدا وباين عليه حب النادي الاهلي بشكل كبير، وان شاء الله يتالق خلال الفتره الجايه. سعد سمير كمان شارك في الشوط الثاني وقدم مباراه جيده طبقا اللي سمعناه، ومحاضرات فنيه للاعبين قبل مواجهه السبت، وده طبيعي جدا عدم المحاضرات للوقوف على نقاط القوه والضعف الخاصه بنادي الزمالك وكيفيه التعاون او التعامل واستراتيجيه الجهاز الفني في هذه المباراه. نتمنى لهم كل التوفيق باذن الله تعالى. نروح للدستور. بتتكلم بتقول ان علي معلول ينتظم في تدريبات الفريق عقب العوده من تونس. بكره طبعا الكل ان شاء الله هيكون بيشارك في التدريبات زي ما انا اكدت لحضراتكم في بدايه الحلقه. الاهلي يواجه الاعلاميين وازارو يرفض العرض الصيني. اصلا ما فيش والله عرض صيني جه لازارو خالص خالص، مش عارف حاجه غريبه بصراحه، بس احنا ما عندناش او ما نملكش غير ان احنا نقول الحقيقه لحضراتكم. ما فيش اي عرض رسمي جه لازارو لا من الصين ولا من كوريا ولا من اليابان من اي حته يعني، وازارو موجود ومكمل مع النادي الاهلي. ودايما يا جماعه لما يكون لعيب ما بيشاركش بقاله فتره مثلا او مش في مستواه تلاقي الكلام عليه. يعني انت اليومين دول اللي احنا فيهم كلام على ازارو وعلى صلاح جمعه ان دول ماشيين خلاص، وان ده رايح مش عارف فين وده جاي منين وكلام من ده. قبل كده كان الكلام على مثلا اجايه ان هو ماشي خلاص. الكلام كان على بعض العناصر كمان في فريق النادي الاهلي بخلاف دول يعني. وشويه يقول لك اصل الكلام بقى على مين، على حسام عاشور ان هو هيعتزل، ووليد سليمان ان هو مش عارف مش هيكمل. الكلام كله مش في توقيته وغير صحيح اطلاقا، و يعني كلام بشأنه بيحاول ان هو يهد او يزعزع الاستقرار الموجود في صفوف النادي الاهلي. اعتقد جمهور النادي الاهلي تفهم كل هذه الامور خلاص يعني. نروح لخبر اخر، الاهرام او الاخبار المسائي بالتحديد بيقول ايه؟ الاهلي يستعد للقمه، رينيه يكثف الجرعات التدريبية ويحدد مهام اللاعبين. والاستعدادات زي ما حضراتكم عارفينها طبعا خلال الفترة الحالية على مدار أسبوعين، كان بيتخللهم يومين أجازة بس في النص اللي هما كان يوم الجمعة والسبت، والفريق استأنف تدريباته امبارح والنهاردة كان عنده مباراة ودية وهيستمر في استعداداته لغاية يوم المباراة. وبناء على مكان المباراة هيتم الاستقرار، هل هيبقى في معسكر مبكر مثلا في برج العرب، ولا لو مباراة في القاهرة مش هيبقى في معسكر وهتروح ليلة المباراة بس في إحدى الفنادق القريبة من الملعب. كل الامور دي هتتحدد على مدار الساعات القليله المقبله. استعداد طبعا قويه جدا بالنسبه للنادي الاهلي لهذه المباراه، وبنامل في الحقيقه ان النادي الاهلي يكون موفق زي مباراه الزمالك كده في ماتش السوبر، وزي ست مباريات بشكل عام مع مستر فيلر باذن الله. التوفيق والتركيز هو التركيز اللي كان في ست ماتشات بالنسبه للاعبين والجهاز الفني. باذن الله ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. لكن طبقا مباريات الاهلي والزمالك طبقا لظروفها وطبقا لليوم نفسه، هل ده يومك؟ هتبقى موفق؟ هتبقى مركز؟ كل دي امور بترجح كفه فريق عن اخر، وان شاء الله نتمنى ان الكفه تكون ارجح باذن الله تعالى للنادي الاهلي، مع كل الاحترام طبعا تقدير للنادي الزمالك. نروح لخبر اخر من جريده الوطن. جريده الوطن بتقول، بص بقى بتقول ايه؟ الاهلي يتكتم على عروض خليجيه واوروبيه لحمدي. قصدهم على حمدي فتحي يعني. هو حمدي فتحي لحق يلعب اصلا عشان يجي له عروض؟ طب ماشي اوكي ممكن، ما هو برده ممكن حد يقول لك اهو عادي ما ممكن يجي له عروض، اللاعب بيتالق خلال الفتره اللي فاتت. لكن الولد نفسه لسه ما شبعش من تيشيرت النادي الاهلي. الولد جه في شهر يناير اللي فات ما كملش سنه مع النادي الاهلي، حقق بطولتين الدوري والسوبر، وما شاء الله لا قوه الا بالله عليه، لعيب نجم كبير وبيتالق في نص ملعب النادي الاهلي، هو مؤثر دلوقتي احد العناصر الاساسيه في تشكيل النادي الاهلي. لكن الاهلي هيتكتم ليه على عروض اصلا يعني؟ هو الاهلي في ايده انه يقول لا، لو جه عرض في ايده يقول لا يا جماعه مش هبيع. إيه ليه هيتكتم؟ هيخبي على اللعيب ليه؟ دلوقتي مفيش حاجه بتستخبى بالمناسبه. اللعيب لو جاله عرض الوكيل بتاعه هيقول له، لان الانديه اللي بترغب في التعاقد مع لعيب معين بتتكلم مع وكيله، ووكيل اللاعب دايما بيبقى في تواصل مع اللاعب نفسه. فمفيش حاجه بتستخبى اليومين دول، ساعات بعض الاخبار بتبقى غير منطقيه اطلاقا. وتاكيدا لحضراتكم حمدي فتحي مفيش اي عرض جه للنادي الاهلي بخصوصه، وده تاكيد رسمي بنقوله لحضراتكم، مفيش اي عرض جه لحمدي فتحي. فايلر يطالب محسن بالتركيز، المطالبه مش لصلاح محسن بس، مطالبه لكل اللاعبين في النادي الاهلي ان هم يركزوا، وده شيء مهم جدا. وفي الحقيقه هم مركزين جدا على مدار الفتره اللي فاتت، ولو ما كناش مركزين ما كناش هنشوف ما شاء الله اكبر كم ممكن من اللاعبين بيتالقوا. تقريبا كل اللاعبين اللي لعبوا تالقوا بما فيهم صلاح محسن، احرز هدفين في او تحت قياده مستر فايلر.
في ماتشين افريقيا مع كان سبورت سواء الذهاب او العوده يعني. وشارك في مباراه اسوان. نروح لفين؟ الفريق في المباراه الوديه قلناها لتجربه عناصر الدكه، ما فيش دكه في النادي الاهلي، كلهم لاعبين اساسيين في الحقيقه، بس في لاعبين المدير الفني بيعتمد عليهم واللاعبين بيبقوا موجودين برضو في حساباته. انبي يجدد رفضه بيع مدافعه للقلعه الحمراء. هم قصدهم على مين؟ قصدهم على اسامه جلال، مدافع منتخب مصر الاولمبي ومدافع نادي انبي. في الحقيقه هو لاعب كبير جدا ومدافع مميز قوي قوي وقوي، وهيبقى اضافه لاي فريق يروح له بصراحه. لكن الاهلي ما تواصلش مع اسامه جلال ولا تواصل مع اداره انبي اصلا، عشان اداره انبي ترفض خالص. ولما هيكون في تواصل هيبان سواء من قبل النادي الاهلي هيعلن او انبي هيعلن. لحد دلوقتي مفيش اي تواصل حصل بخصوص اسامه جلال. نروح للمسا. المسا بتتكلم وبتقول تحديدا نجوم القلعه الحمراء قبل القمه، الخطيب يحضر مران الاهلي، ده ممكن خلال بكره او بعد هنشوف يعني. وعرض ازارو للبيع برضه مش حقيقي خالص. لحد امتى يا جماعه هنتكلم في موضوع ازارو يعني ده لدرجه ان الراجل امير توفيق طلع قال يا جماعه ما فيش اي عروض لازارو وما فيش نيه للاستغناء عن ازارو اصلا، سواء الصيف اللي فات او دلوقتي. ووضح تاني وتالت وعاشر ان جه عرض ضعيف جدا بس لازارو كان على سبيل الاعاره ورفضناه ولانه لا يليق بالاهلي ولا باللاعب. هنفضل بقى على مدار كل يوم بنتكلم على ان ازارو معروض للبيع، والكلام والله غير حقيقي اطلاقا. ازارو موجود مع النادي الاهلي ومفيش اي عروض لازارو ومفيش نيه للاستغناء عن ازارو على اقل تقدير خلال الفتره اللي احنا فيها دي. وان شاء الله نتمنى له التوفيق خلال الفتره الجايه. سوليا شفي من اصاباته وجاهز باذن الله، جاهز. وديت اليوم مع الاعلاميين خلصت خلاص. والوديه خلصت 1-0 عشان لسه بيتابعنا من دلوقتي. الوديه خلصت 1-0 بهدف لوليد ازارو في دقيقه 44 من الشوط الاول، وشهدت اشراك عدد كبير من اللاعبين خلال هذه المباراه. نروح للمصري اليوم. الاهلي يبدا مفاوضات التجديد لاحمد فتحي واكرامي، لسه ما بداتش المفاوضات. لاعبو المنتخب الاول والاولمبي ينتظمون في المران غدا، ده اتكلمنا فيه. وسوليا شارك في التدريبات وان شاء الله هو جاهز لهذه المباراه. نروح للوفد. امير يثير الجدل حول مستقبل رمضان في القلعه الحمراء. ليه قصدهم ليه يعني؟ عشان امير لما طلع اتكلم امير توفيق قال لك ان لغايه دلوقتي فايلر ما طلبش ان احنا نشتري رمضان بشكل نهائي يعني. هو الراجل بيتكلم بمنطقيه يعني المعطيات اللي قدامه ان هم هيفتحوا الملف ده. ودايما مش كل ما يعرف يقال في كل الاحوال يعني، لكن رمضان اكيد عنصر مهم واكيد النادي الاهلي هيحاول ان هو عشان برضه ما اكونش بحور بقى يعني، لازم في كلام كده. انا دايما احب ابقى منطقي وصريح يعني. لا طبعا اكيد النادي الاهلي هيبقى نفسه ان رمضان يكمل مع النادي، هيحاول ان هو يشتري رمضان صبحي ما فيهاش نقاش. مش هينفع نجمل الصوره نقول ايه اصل لا الاهلي مستني ما يشوف بس الامور ايه لا طبعا رمضان نجم كبير جدا ولاعيب مميز قوي قوي قوي، واي فريق يتمنى رمضان صبحي. وطبعا النادي الاهلي هيحاول بكل قوه ان شاء الله، محاولات ممكن تنجح ومحاولات ممكن ما تنجحش حسب العروض اللي ممكن كمان تيجي للاعب وطموحات اللاعب في اوروبا، واي لاعب بيتمنى ان هو يلعب في اوروبا ويكمل مسيرته الاحترافيه هناك، خصوصا بعد تالق نجمنا المصري محمد صلاح، فاصبح الموضوع مغري لكل اللاعبين المصريين بما فيهم رمضان صبحي. لكن الكلام سابق لاوانه شويه، هنشوف مع نهايه الموسم، لان عقد رمضان ممتد، عقد الاعاره لغايه اخر الموسم. مع اقتراب النهايه هيتضح الامر بشكل اكبر، والتوقيت اللي هيختاره النادي الاهلي في محاولاته او لمحاولاته للتعاقد بشكل نهائي مع رمضان صبحي، ده كل ده هنشوفه على مدار الفترات البعيده المقبله اللي لسه شويه على موضوع الاعاره. الاهلي يبدا خطه التخلص من جيرالدو. لا ارجع لي والنبي هات العنوان تاني يا عادل، عشان ايه؟ عشان نوضح بس للناس موضوع جيرالدو برضو يا جماعه مش حقيقي اطلاقا. وجيرالدو في حسابات مستر فايلر، والاهلي مش بيفكر ان هو بيعمل خطه. ليه خطه يعني؟ موضوع بسيط. لو انا محتاج جيرالدو هسيبه، مش محتاج جيرالدو هبيعه، موضوع بسيط جدا. او ممكن اطلعه اعاره، لكن انا محتاج خطه ولا خطه التخلص وكلام من ده، كلام مش حقيقي. والراجل اكيد لسه ما كتبش تقرير عن اللاعبين بشكل كامل، وده برضو تاكيدات من مسؤولي النادي الاهلي نفسهم، هم اكدوا الكلام ده بخلاف التاكيدات اللي احنا قلناها لحضراتكم. بس طبعا لما المسؤول في النادي الاهلي يطلع يقول الكلام ده خلاص يبقى الموضوع يتم اغلاقه بشكل نهائي. اذا جيرالدو في حسابات النادي الاهلي وما فيش خطه للتخلص منه اطلاقا يعني. فايلر يحفز لاعبيه لعبور الزمالك. في الحقيقه لعيبه النادي الاهلي مش محتاجه تحفيز،
تحفيز الكفايه معرفتهم باهميه هذه المباراه في الجانب التنافسي والمنافسه على بطوله الدوري، وفيما يتعلق بالجمهور اللي دايما بيرغب في الفوز بمباراه الزمالك، ونفس الحال بالنسبه لجمهور الزمالك اللي بيرغب ان هو يفوز في مباراه الاهلي. فلاعيبه النادي الاهلي دايما عارفين واجباتهم ايه ودورهم ايه في المباريات كلها، مش مباراه الاهلي والزمالك بس، فهم مش محتاجين تحفيز في الحقيقه. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. نروح لاخبار الاهلي على المواقع، يلا بينا. سوبر كوره، ثلاث مواجهات عالميه تنتظر الاهلي في العام الجديد. الشروق، السولية يحصل على تصريح طبي للمشاركة في القمة. الوطن سبورت، الأهلي اتصالات لشراء قناع مروان محسن خلال 48 ساعة ويصل بعد أسبوع. اليوم السابع، عبد الحفيظ يطمئن من قائد المنتخب على لاعبي الأهلي. سوبر كور، علي معلول يظهر في الأهلي اليوم بعد انتهاء مهمته الدولية مع تونس. فيتو، فايلر يتابع تطورات برنامج تأهيل كريم نيدفيد في الأهلي. صدى البلد، رمضان صبحي جاهز لقيادة الأهلي أمام الزمالك بالدوري. سوبر كورة، تقدم الأهلي والزمالك في تصنيف أندية العالم قبل قمة السبت. طيب، اخبار كتيره بتخص النادي الاهلي في مواقع، نتناولها واحده واحده كده. نبتدي بسوبر كوره، واللي بتقول فيه ثلاث مواجهات عالميه تنتظر الاهلي في العام الجديد. يعني لسه ما فيش اعلان رسمي بخصوص هذه المواجهات، لكن دايما بنرغب في مباريات تكون قويه ودوليه. المباراه دي بيبقى ليها شعبيه كبيره جدا، وزي ما في فتره من الفترات كده النادي الاهلي اشترك في بطوله ويمبلي اعتقد الوديه اللي كان فيها برشلونه وسيلتيك على ما اتذكر، وكان فريق اخر مش فاكره مين. دايما البطولات الدوليه الوديه دي بتبقى مهمه جدا للاعبين، وخصوصا ده بتبقى في البري سيزون في اوروبا. بنشوف الانديه الكبيره بتروح الصين او امريكا يعملوا معسكرات هناك تخللها بعض البطولات الوديه اللي بتضم عدد كبير من الانديه الكبيره اصحاب الاسماء الكبيره. اتمنى النادي الاهلي يكون طبعا في ضمن هذه البطولات الوديه اللي بتسبق كل موسم، واكيد ده شيء في خطط المسؤولين في النادي الاهلي. لكن حتى الان الاقرب موضوع ريال مدريد، لكن لسه ما تمش استقرار بشكل نهائي على الميعاد يعني، لكن في اتفاقات مبدئيه. نروح للشروق، السولية يحصل على تصريح طبي للمشاركه في القمه، وده خلاص موضوع منتهي ان شاء الله باذن الله. السولية لائق للمشاركه في مباراه الزمالك، كله هيتبقى على حسب رؤيه مستر فايلر الفنيه. الوطن سبورت، وبيقولوا ان الاهلي بيقول ان اتصالات لشراء قناع مروان محسن ده حقيقي خلال 48 ساعه ويصل بعد اسبوع. واحنا عارفين مروان على فكره حالته بتتحسن جدا، وعنده او عمل جراحه في عظام الوجه بعد كسر في مباراه سموحه مع بدايه المباراه بعد ما عمل اسيست رمضان كان اكثر من رائع والهدف الوحيد في هذه المباراه. فبالتالي القناع ده هيصل للنادي الاهلي بعد اسبوع او خلال اسبوع، وان شاء الله مروان يقترب من العوده بشكل كبير للتدريبات الجماعيه مع المجموعه ان شاء الله في النادي الاهلي. نروح لليوم السابع، عبد الحفيظ يطمئن من قائد المنتخب على لاعبي الاهلي. قائد المنتخب اللي هو احمد فتحي، فاكيد في تواصل دايما من كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، سواء مع كان لاعبي المنتخب الاولمبي لحد امبارح ولاعبي المنتخب الاول، وبالتحديد احمد فتحي كابتن المنتخب، وعندنا ست عناصر في المنتخب الاول. وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق في المباراه الوديه، ونتمنى لهم باذن الله يعني محدش يتصاب في مباراه النهارده، عشان عندنا مباراه مهمه مع الزمالك. حتى لو مش هتقابل الزمالك نتمنى ما فيش اي عنصر من عناصر المنتخب بالكامل بالمناسبه يعني انه يتعرض لاصابه، عشان نشوف مباراه مثيره، والاهم بالنسبه لنا من خلال هذه المباراه فوز النادي الاهلي باذن الله. طيب، عايز اروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نواصل كل الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي في مواقع، عندنا كمان بعض الاخبار المحليه والعالميه. استنونا بعد الفاصل. نكمل اخبار الاهلي في المواقع ونروح لموقع في 2.
واللي بيقول ان فايلر يتابع تطورات برنامج تاهيل كريم نيدفيد في الاهلي. وفي الحقيقه كريم نيدفيد من العناصر المهمه قوي واللي اثبت جدارته بالتواجد في القلعه الحمراء في الحقيقه، يعني بالتحديد مع مستر لاسيرتي قبل اصابته، كان لعيب مؤثر قوي في نص ملعب النادي الاهلي، ولعيب بيجيد اللعب في المركز 6 و8 و10 في الحقيقه يعني. فبالتالي في متابعه دايما زي ما اتكلمنا مع حضراتكم من شويه، وقلنا ان مستر فايلر مهتم بكل حاجه حتى فيما يتعلق بالمصابين اللي بعيد عن الصوره خلال الفتره الحاليه، ومنهم طبعا او من ضمنهم كريم نيدفيد اللي بنتمنى له العوده سريعا ان شاء الله عشان يكون اضافه قويه لصفوف النادي الاهلي الفتره اللي جايه. نروح لموقع صدى البلد اللي بيقول رمضان صبحي جاهز لقياده الاهلي امام الزمالك بالدوري، وده زياده في التاكيد يا جماعه. الحمد لله رمضان صبحي ما عندوش اي مشكله، المشكله هي عباره عن اجهاد بسيط، وان شاء الله من بكره باذن الله هشارك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي مع النادي الاهلي استعدادا لمباراه الزمالك. نروح لاخر خبر معانا بخصوص اخبار الاهلي من سوبر كوره. سوبر كوره بتقول ان التقدم الاهلي والزمالك في تصنيف انديه العالم قبل قمه السبت، واحنا عارفين ان في تصنيف اسبوعي كده بيتعمل من خلال موقع كلوب وورلد رانكينج، واللي بيقول التصنيف الخاص بكل فرق العالم، ومن ضمنهم او اللي بيهمنا دلوقتي النادي الاهلي. النادي الاهلي تقدم مركز وحيد من 39 بقى 38، وفي المقابل نادي الزمالك تقدم اعتقد مركزين وبقى مركز 91 على مستوى العالم. وبرده من الانديه اللي تهمنا في مصر اللي معانا في مصر يعني بيراميدز 97 على مستوى العالم في التصنيف الاسبوعي والعالمي، والنادي الاسماعيلي 180 على مستوى العالم. ماشي، وطبعا مع تواجد المباريات هتلاقي النادي الاهلي بيتقدم او بيتقدم بشكل اكبر من كده ان شاء الله باذن الله، واستمرينا بالمنظر الرائع والنتائج طبعا خلال الفتره الماضيه تستمر معانا خلال الفتره اللي جايه باذن الله. دي كانت اخبار الاهلي في مواقع، لسه في اخبار محليه وعالميه نروح نشوفها، يلا بينا. بطل الاهرام، منتخب مصر يبدا مسيره الطموح تحت قياده حسام البدري بمواجهه بوتسوانا وديا. الوطن سبورت، تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهه بوتسوانا الشحات وجمعه اساسيين. بوابه الشروق، اربع تبديلات فقط خلال وديه مصر وبوتسوانا. بوابه الوفد، حسام البدري يرفض معاقبه طارق حامد على واقعه الاسطوري. اليوم السابع، كثره الجاهزين تسبب حيره للمنتخب الاولمبي قبل ارسال قائمه امم افريقيا. بوابة فيتو، شوقي غريب يطلب ودية أخيرة قبل أمم أفريقيا، يا ريت بصراحة. دوت مصر، تعرف على ترتيب محمد صلاح بقائمة أفضل 50 لاعبا من الدوري الإنجليزي. سوبر كورة، شبيه محمد صلاح نعمل سويا في ليفربول وأنفيلد والفرق بيننا الراتب. بوابة أخبار اليوم، صحيفة إيطالية، محمد النني يقترب من ميلان. في الجول، إبراهيموفيتش يتهم مدرب السويد بالعنصرية، يهدم ما حققته في 20 عاما. يلا كورة، في الرياض البرازيل تواجه الأرجنتين 15 نوفمبر. موقع بطولات، زيدان لا مجال للراحة عندما تدرب ريال مدريد. موقع كورة، فيروس الفيفا يواصل ضرب تشيلسي. سبورت 360، انتر ميلان يدخل السوق الشتوي بصفقتين العيار الثقيل. اس عربي، الكشف عن مدة غياب نيمار عقب اصابته مع البرازيل. طيب نبتدي كده واحده واحده نتكلم على بعض الاخبار المحليه الاول. نبتدي ببوابه الاهرام اللي قالت ايه، اللي قالت ان منتخب مصر يبدا مسيره الطموح، وطموح في الحقيقه مهم قوي وهنتابعه خلال الفتره اللي جايه وهنتمنى حدوثه بكل تاكيد تحت قياده الكابتن حسام البدري بمواجهه بوتسوانا وديا، وهي اول مواجهه للمدير الفني الجديد كابتن حسام البدري، نتمنى له يا رب كل التوفيق ومع عناصر كويسه جدا طبعا، واختيارات كانت مناسبه في الحقيقه في هذا المعسكر. احنا عارفين ان المباراه دي هيحضر فيها حوالي 10,000 مشجع مصري، ودي استعداد اخير واول في نفس الوقت الكابتن حسام بدري لمباراتين رسميتين، سواء امام كينيا يوم 14 نوفمبر وامام جزر القمر يوم 18 نوفمبر.
في التصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه 2021 بالكاميرون. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. الوطن سبورت قالت ايه؟ قالت التشكيل المتوقع. احنا قلنا خلاص التشكيل الرسمي، خليني اعيده على حضراتكم مره ثانيه للمباراه اللي هتنطلق كمان دقائق. محمد الشناوي في حراسه المرمى، احمد حجازي ومحمود علاء واحمد فتحي وعبد الله جمعه في خط الدفاع، محمد النني وطارق حامد وعبد الله السعيد وتريزيجيه وحسين الشحات في وسط الملعب، والمهاجم احمد حسن كوكا. بمناسبه هذا التشكيل خلينا نروح لبوابه الشروق واللي بتقول ان هيبقى فيه اربع تبديلات فقط خلال وديه مصر وبوتسوانا، واحنا عارفين كابتن حسام بدري كان بيرغب في ست تبديلات عشان يحاول يجرب اكبر قدر ممكن من اللاعبين او اكبر كم ممكن من اللاعبين، لكن تم الاتفاق في النهايه مع المسؤولين في منتخب بوتسوانا ان هيبقى اربع تبديلات فقط عشان المباراه تاخد الشكل الرسمي عشان يقدر يستفاد كل منتخب بشكل اكبر. يعني نروح لبوابه الوفد واللي بتقول ان حسام بدري يرفض معاقبه طارق حامد على واقعه الاستوري. احنا عارفين كان في مشكله كده لطارق حامد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر لما كتب بعض الكلمات على الاستوري عنده على الانستجرام، والموضوع خد حجم كبير وكلام كتير على لاعب نادي الزمالك. واحنا كنا عارفين ان الكابتن حسام بدري في المؤتمر الصحفي وكابتن محمد بركات مدير المنتخب قالوا ان احنا مش عايزين اي امور ومشاكل متعلقه بالسوشيال ميديا بشكل عام، فهم اكتفوا بس بتحذير اللاعب والجلوس معاه وتوضيح الامر من قبل طارق حامد، وطلبوا منه ان الموضوع ما يتكررش وان هو من اللعيبه المهمه جدا في منتخب مصر، فبالتالي لازم يكون قدوه للاعبين الموجودين معاه في صفوف المنتخب. نروح لليوم السابع. كثرة الجاهزين تسبب حيرة للمنتخب الأولمبي قبل إرسال قائمة أمم أفريقيا. في الحقيقة عندنا 28 لاعب مهم جدا وكويسين جدا كلهم في الحقيقة كانوا واضحين وموجودين في معسكر المنتخب الأولمبي الأخير، بغض النظر على الأداء اللي احنا علقنا عليه في بداية الحلقة، وأداء يقلق وهنعيد ونزيد، الأداء يقلق وما يطمنش خالص وربنا يستر من الآخر، لكن إن شاء الله بإذن الله يكونوا موفقين في التحديات اللي جايه، ويقدر الكابتن شوقي غريب باذن الله ان هو يختار 21 لعيب. احنا عارفين اخر يوم للاعلان عن القائمه النهائيه للمنتخب الاولمبي استعدادا لبطوله الامم الافريقيه في مصر اللي هتكون من يوم 8 ليوم 22 نوفمبر هيكون يوم 30، ده اخر يوم اللي انت تعلن فيه عن 21 لاعب بس. نروح سريعا لبوابه فيتو وفيما يتعلق بالكابتن شوقي غريب ايضا اللي بيطلب وديه اخيره قبل امم افريقيا، واعتقد الوديه دي هيكون لابد منها خصوصا في ظل الشكل السيء اللي شفناه، لكن باذن الله الوديه دي لو قدر المنتخب ان هو يلعبها هتبقى يوم 30 29 او 30 او 1 في الشهر، تكون تدي انطباع مميز للجمهور المصري قبل بطوله الامم الافريقيه باذن الله. عندي اخبار اخرى عايز اعلق عليها وبالتحديد اخبار عالميه، لكن هروح لفاصل، وبعد الفاصل هينضم لي الاستاذ محمد عبد السميع الناقد الرياضي، وهنحاول طبعا نستفيد في الحديث عن كل الاخبار المحليه والعالميه وكمان فيما يتعلق بالنادي الاهلي. استنونا بعد الفاصل. كان حظه سيء بصراحه، لعيب مهم جدا طبعاً. جدا وعنده كوره وهيعرف يشتغل مع فايلر بطريقه لعبه بس ان شاء الله. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. طيب نتوقع التشكيل مع بعض مباراه القمه. ممكن نقول الشناوي طب مجرد توقعات يعني، لكن الله اعلم السرفايفر هيعمل ايه يعني، محدش يقدر يتوقع. طبعا علي معلول في الشمال، معلول ايمن اشرف، انت عندك ناس كتير جاهزه في خط الدفاع في الحقيقه. انا عشان كده بفكر ممكن رامي ربيعه. لو هنقول هيبدا بنفس الشكل كله جاهز ما عدا محمود متولي، الله اعلم هيلحق المباراه ولا لا، لكن الخط ده تقريبا اربع لاعبين جاهزين، عوده سعد سمير وتواجد ايمن اشرف وربيعه كله، ومين تاني؟ وياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم جاهز برضه. ناحيه اليمين هنتكلم في محمد هاني. هاني مش فتحي. لا هاني. هاني انا اعتقد كده. في نص الملعب ديانج مثلا. وحمدي فتحي. وحمدي فتحي تمام. الثلاثه اللي قدام طبعا زي ما بيبدا قفشه. رمضان. تمام. حسين الشحات. الشحات و... البعض يقول لك ازارو ممكن يبتدي، مش اجاي. لا لا تتوقع اجاي اجاي اللي هيبتدي. تمام، يعني ممكن يكون ده التشكيل اللي بيتوقعه الاستاذ محمود عبد السميع، والكل في الحقيقه الفتره دي هتوقع تشكيل النادي الاهلي لحد او تشكيل كمان نادي الزمالك لحد مباراه يوم السبت باذن الله. طيب ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي، لكن انا عايز اتكلم شويه بقى عن المنتخب الاولمبي، لان في قلق شويه بصراحه. يعني الناس اتفرجت على ماتش امبارح قدام جنوب افريقيا، عايز اخد انطباعاتك الاول. هقول لك على حاجه. انا من وجهه نظري زي ما يعني انا اتفرجت امبارح على الماتش. انا تهت.
تهت يعني كناقد رياضي. انا تهت من طريقه اللعب. انا بمعنى ايه تهت يعني؟ يعني انا طريقه اللعب بالنسبه لي جديده خلاص. انت طب هي ايه طريقه اللعب؟ كان بيلعب 3 3 3 1 تقريبا. دي معروفه يعني الطريقه دي اصلا؟ ما حدش بيلعب منها. بقول لك انا اللي قعدت يعني استشفيته من القسم بقى اللي هو بيلعب 3 3 3 1 تمام. كابتن شوقي ممكن يكون راحت عنده فكره ان انت النهارده اللعيبه بتاعتك بتلعب في انديه، اللعيبه لسه صغيره، لازم او تلعب بالطريقه المعتاده عليها اللي هم واخدين عليها طبعا. يعني خصوصا انت خلاص البطوله قربت يعني. بس يعني انا ده من وجهه نظري. النهارده المدافعين مثلا بيلعبوا في انديتهم 4 4 2، انت النهارده جاي تلعب بيهم 3 بره. طب انت النهارده بالسن ده 4 2 3 1 مثلا، السن ده لا يسمح ان انت تعمل كده، ان انت النهارده تيجي تخترع طريقه لعب او تعتمد على طريقه لعب انت بس اللي شايفها. لا انا من وجهه نظري القصه، انا شايفين ماتش امبارح على فكره جنوب افريقيا كان جيد جدا في جدا، عاملين ماتش حلو قوي وما استحقوش الخساره. يعني انت ضايعين ضربه جزاء. ما استحقوش الخساره بعيد عن ضربه الجزاء كمان. بيلعبوا كويس قوي الفرقه على فكره دي هتصعد. انا شايف ان الفرقه قويه. انا بقول لك لكن احنا ما كناش كويسين يعني. هو حتى هم كويسين خلاص. انت زمان تشوف منتخب مصر سواء الاولمبي او الاول كويس، ما بيهمكش انت بتلعب مين ولا بتلعب ايه. لكن انا النهارده شايف ان انت امبارح طريقه اللعب كانت غريبه جدا. يعني انا زي ما بقول لك انا تهت عقبال ما استوعبت 3 3 3 1 ليه؟ بناء على ايه؟ بس انت النهارده بتلعب بطريقه لعب لازم على الاقل على الاقل تشوف اللعيبه بتاعتك دي اللي في الانديه مثلا. رمضان صبحي الاهلي بيلعب بطريقه ايه؟ فانا يعني خلاص محاور اللعب او الناس اللي انا هعتمد عليها. حتى اللعيبه ما كانتش في مراكزها امبارح. انا بقول لك انا مستغرب يعني. حتى تصريحات، سمعت تصريحات الكابتن معتمد جمال قال ان احنا جربنا مش عارف فلان الفلاني في مركز اصلا مش بتاعه خالص، وجربنا مش عارف مين فين مين مكان بيلعب ديفندر وبيلعب هاف. لا لان انا حاجات كده. انا بقول لك الفكره بعيده شويه. في حاجه ممكن نطلع مبرر مثلا نقول ده تمويه لان المباراه مذاعه مثلا، ولا ده مش طبيعي؟ هو مفيش تمويه. انت تمويه يعني بنحاول نطلع اي مبرر. المفروض ان احنا تعمل ماتش ودي عشان توصل برضو لدرجه 90% من التشكيل طبعًا بتاعك. طبعا وخصوصا ان بالنسبه كبيره دي اخر مباراه وديه يعني. بس هو بيطالب ان يبقى في مباراه ثانيه بعد الانتقادات يعني اللي انتشرت امبارح على السوشيال ميديا من جماهير المصريه، لان فعلا ما كانش حد فاهم في ايه، انت بتلعب ازاي، طريقه لعبك ازاي. ما هو انت المفروض برضو لازم يبقى في هويه يعني. المنتخبات الكبيره بره بتشوف المنتخب الاولمبي ومنتخب الشباب والمنتخب الاول بيلعبوا نفس الطريقه. يعني بالظبط الطريقه. اللعيب النهارده اتصعد للدرجه كله كله بيعمل حساب اللي بعد كده عشان تتعود بقى خلاص، بيعمل حساب اللي بعد كده. لان النهارده بتلعب بطريقه لعب جديده. بس طيب اللعيبه عند مين يعني بعد اللي احنا شفناه امبارح ده؟ هل لاعبين وامكانيات مثلا لاعبين، ولا جهاز فني واختيارات خاطئه في الشكل التكتيكي بالتحديد مثلا؟ هو القصه كلها زي ما قلت لك شكل اللعب. القصه ما لهاش علاقه باللاعبين. عندنا لعيبه كويسه بصراحه. اعتقد النهارده يعني امام عاشور، رمضان صبحي، لا لعيبه ده حتى الناس اللي بتنزل في الشوط الثاني ما شاء الله اسماء. انا بقول لك القصه بقى انت لازم توظفهم صح. الناس دي خلاص بقى لهم مثلا سنين بيلعبوا في مركزه بطريقه لعبه معينه. في طريقه الهجوم ليه ستايل معين، في طريقه الدفاع بيرجع لحد حته معينه. لكن النهارده بقول لهم يا جماعه تعالوا النهارده اول ماتش انت بتلعب في مركزك، بس واجباتك مش زي اللي انت كنت بتاعت. خلاص ان النهارده مستني منه ايه؟ هيديني ايه؟ هيديني ايه؟ وما فيهاش تمويه زي ما قلت لك. ان انت خلاص بتلعب، انت بتجرب. انت خلاص ده تقريبا اخر ماتش او هتلعب ماتش. المفروض توجه رساله من خلال الماتشات دي ان انت جاهز بشكل قوي. مش توجه رساله برضو بحجم أو بالشكل اللي انت المفروض. انت النهارده زي ما قلت لك لازم اجهز 90% من القوام او الشكل او طريقه اللعب. خلاص انا حتى اللعيب اللي عندي احتياطي قاعد سمع في المحاضره انا بلعب بالشكل ايه بالزبط. نازل بيطبقه. لكن النهارده العب بشكل ابدا بشكل معين وبعدين اغير شكل ده في الماتش. انا شايف القصه او ممكن يكون هو ليه وجهه نظر برضو. انا ما يعني انا هو طبعا ادرى مني فكراجل مدير فني وشايف هو مدرب عنده اسم كبير يعني اسم كويس في الحقيقه. بس لكن انا زي ما بقول لك انا الفكره ما لا كنت مستنيين احسن من كده، خصوصا انت معاك لعيبه ما جوش الجيل ده يعني خلاص. نصهم بيلعب في الدرجه الاولى حتى يعني لعيبه منتخب اول مش عارف. طبعا. طيب تتوقع ايه المنتخب المصري الاولمبي؟ يعني ان شاء الله نتمنى ان هم ينجحوا في المهمه بتاعتهم، لكن تتوقع ايه؟ هل ممكن لا قدر الله لا قدر الله سيناريو المنتخب الاول في بطوله الامم الافريقيه يتكرر، ولا متفائل؟ لا انا متفائل برضه زي ما بقول لك بالاسماء اللي معاه كابتن شوقي. كل احترام طبعا لاختيارات الجهاز الفني زي ما بقول لك او بطريقه اللعب. هو راجل حر في الاول وفي الاخر. طبعا
المفروض يتحسب بعد البطوله من قبل اتحاد الكوره. طبعا انا شايف ان هو يعني توقع ان هو يغير طريقه لعبه. هيبدا يعتمد الفتره الجايه على طريقه لعب مناسبه للعيبه اللي معاه. بس في اسماء معينه تتوقع استبعادها في القائمه النهائيه ولا ما تقدرش تتوقع؟ لا ما اقدرش اتوقع، خصوصا في ظل عدد كبير جدا من الاسماء في اسماء مميزة. كبيره والله. اسماء كبيره زي ما قلت لك، زي ما انت قلت بيلعبوا درجه اولى وفيهم لعيبه منتخب اول، فانا شايف لا، انا شايف لا. طب بس النصيحه اللي ممكن يعني نقولها كمصريين ونتمنى ان مصر ان شاء الله توصل لاولمبياد طوكيو، ممكن ايه النصيحه اللي نقولها او اللي تقولها للكابتن شوقي غريب؟ والله زي ما قلت لك ان النهارده النصيحه ان انت تلعب بطريقه مناسبه للعيب بتاعك، الخامه بتاعت اللعيب بتاعك. بتشوفه هو في النادي بتاعه خلاص الصبح وبالليل وماتشات دوري وماتشات بطوله افريقيه مثلا، بيلعب بطريقه لعبه معينه بيتدرب عليها. السن ده ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش النهارده تعالى العب في المنتخب بالطريقه دي ومثلا ما تدافع هتقف عند الحته دي، لا هتحلق من هنا بالبلدي بقى. في النادي بالعكس الكلام ده يعني العقل تقريبا ممكن ما يستوعبوش بالشكل اللي كابتن شاوي متوقعه يعني. بس فدي هتحصل مشاكل، مش هنشوف المنتخب في طوكيو، ممكن ما نشوف المنتخب اداؤه مش جيد بالدرجه المطلوبه. انت النهارده بتمثل مصر طبعا، بس قصه اللعب التجاري ان انا اكسب، لا انا برضو الجماهير المصريه، اي مدرب بيدرب فرقه مصريه جماهيريه وخلاص، انت منتخب يعني مصر كلها بتشجعك، لازم تعمل حساب الاداء. لازم ادائك يبقى كويس جدا على الاقل 90% من ماتشاتك. بس ده شيء مهم في الحقيقه، ونتمنى اكيد للمنتخب الاولمبي كل التوفيق خلال المرحله اللي جايه ان هم يحققوا كل امال المصريين. نروح المنتخب الاول واللي بيلعب في هذه النتيجه لو عارفينها يا جماعه يا ريت تقولوا لي. 0-0 بعد مرور 9 دقائق حتى الان، واستحواذ لمنتخب مصر. في البدايه بتشوف التجربه الاولى للكابتن حسام البدري ازاي ومع منتخب يعتبر مش قوي قوي منتخب بوتسوانا؟ بص هقول لك على حاجه، كابتن حسام البدري طبعا ونتمنى مش طبعا بوتسوانا مش هي اللي نقم من خلالها على اداء منتخب الوطن، على لعيبه على الجهاز الفني، فانا شايف ان كان المفروض ماتش يبقى اقوى من كده شويه، يبقى اقوى. طبعا فرقه اقوى، منتخب اقوى، لان انت النهارده خلاص المفروض تظهر، المفروض ماتش يعني مش هنقول بطبع رسمي، بس يعني انا بالنسبه لي اتمنى ان الفرقه تكون قويه، المنتخب يكون قوي. احنا كنا المفروض هنلعب البرازيل على فكره، بس الكابتن حسام بدري رفض. هل كان الافضل ان احنا نلعب البرازيل؟ يعني مش برازيل لا كده ولا كده. يعني الموضوع صعب جدا، فرق تبقى كبيره جدا، خصوصا ان زي ما قلت لك ان هو هيتحكم عليه من اول ماتش. وزي ما احنا اتكلمنا على كابتن شوقي غريب، ومش ده مش كلامي بس الواحد على فكره، ده كلام معظم جماهير المصريه من خلال السوشيال ميديا والصفحات يعني. أكيد. بس فانا شايف ان هو كان المفروض المباراه تبقى اقوى من كده، بس وانا ممكن وانا قاعد انا وانت نتوقع النتيجه يعني 2-0 3-0. هل ممكن يكون التفكير عشان هي بدايه لمدير فني جديد مع المنتخب ولازم يبقى في ثقه كده مع البدايات وتعدي بشكل كويس وتاخد ثقه وكلام من ده؟ ماهيش بالنسبه لمين ثقه، بينه وبين الجماهير؟ مثلا الجماهير برضه طالبه اداء، واحنا هنقول للناس مقتنعه ان بوتسوانا مش فرقه قويه يعني، او مش المنتخب القوي اللي هيبان نجوم مصر من خلاله، او مش هنقيم كابتن حسام من خلاله وجهازه المعاون واللعيبه، لا انا شايف ان الماتش من وجهه نظر ضعيف جدا يعني. بالمناسبه المباراه يعني هم من دقيقه بالظبط، او هي كده دلوقتي عدى 10 دقائق من المباراه، واحنا دلوقتي ايه الساعه 7:18 دقيقه، ليه دايما بنتاخر في المواعيد اللي بتعلن؟ يعني انت دلوقتي ماتش الساعه 7، ليه ما بتديش الساعه 7؟ ليه دايما الموضوع ده موجود في الكره المصريه يعني؟ يمكن عشان ماتش يودي منتخب مصر في النهائي. حتى لو ماتش رسمي، ده احنا بنشوف الدوري التصوير الاستراحه ما بين الشوطين بتبقى تلت ساعه تقريبا. تصوير من اللعيبه، اللعيب مش جاهز، ممكن يكون الفريق الضيف مثلا السلام الوطني هنا والسلام الوطني هنا، برضو دي امور مش لازم نغفلها يعني. طيب انا كان مهم بالنسبه لي في الحقيقه السكور شيت بتاع منتخب مصر في هذه المباراه وارقام اللاعبين، فخلينا نقولها لحضراتكم يعني. مثلا محمد الشناوي رقم 1، احمد حجازي رقم 6، احمد فتحي رقم 7، طارق حامد ده التشكيل الاساسي يعني، طارق حامد رقم 8، احمد حسن كوكا رقم 9، وحسين الشحات رقم 11، وعبد الله جمعه 15، والنني 17، وعبد الله سعيد رقم 19، ومحمود علاء رقم 20، وتريزيجيه رقم 21. الدكه كمان فيها قفشه مثلا رقم 22، ومحمد بسام رقم 23، وحسام حسن 18، ومجدي او محمد عواد رقم 16، ورجب بكار 13، وايمن اشرف 12، ومحمد حمدي رقم 5،
وعمر جابر رقم 4 وحمدي فتحي رقم 3 وباهر محمدي رقم 2. انا بقول الارقام ليه؟ انا عارف انت عاوز تقول ايه. طب عايز اقول ايه؟ مفيش رقم 10. مفيش رقم 10. هل ده يعني كتقدير لمحمد صلاح؟ والله هقول لك على حاجه. خلينا متفقين ان هو ممكن يكون تقدير لمحمد صلاح او ممكن يكون اللعيبه الموجوده مش عاوز تلبس 10. بس في لعيب يعني الاقرب ايه يعني؟ هقول لك على رقم 10 ده الناس كلها بترغب في الارتداء. بترغب فيه بس هو عارف ان هو مش هيدوم له. فما بقاش يلبس ماتش وبعد كده يقلعه تاني يعني او يديه لمحمد صلاح. ولا هو قرار جهاز فني؟ انا شايف والله ان هو من وجهه نظري ان هو تقدير لمحمد صلاح. تقدير لمحمد صلاح. هو ما فيش حاجه طبيعي يعني محمد صلاح قيمه وقامه كبيره جدا يعني ولازم يتم تقديره بكل تاكيد، لكن هي حاجه لفتت نظري في الحقيقه قلنا ايه؟ نتكلم فيها. طيب رايك ايه في التشكيل بقى؟ يعني عندك الشناوي واحمد حجازي ومحمود علاء وفتحي وعبد الله جمعه والنني وطارق حامد والسعيد عبد الله السعيد وتريزيجيه وحسين شحاته وكوكا، رايك ايه؟ انا من وجهه نظري برضو لو انا من حق داخل في التشكيل انا في محمد النني بعيد، كوكا بعيد. ليه محمد النني بعيد؟ ما هو بيلعب في الدوري الايطالي بقى له ماتشين موقوف بس يعني موجود. اقول لك على حاجه برضو، او عفوا الدوري التركي مش الايطالي يعني. الدوري له عرض، هو جاي له عرض من الدوري الايطالي من ميلان يعني دي حاجه كويسه. انا شايف ان النني في الفتره اللي فاتت بصراحه برضو مش هو اللي ممكن يلعب في المكان ده مع منتخب مصر. انني انا لحد دلوقتي برضو مش فاهم طريقه لعبه ايه. مش هو اللي يلعب اساسي في منتخب مصر؟ ما بلتحمش يعني. انا بنشوف مثلا انا اتكلم في طارق حامد، راجل ممكن يدخل في, 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 في يفسد لك هجمه، ممكن ما بيخافش، بيتزحلق بتاكلينج، بيطلع مع انه قصير بس بيطلع عالي. لكن انني ما فيش، انا مش فاكر انني اشتراك مثلا في كوره قطع هجمه لمنتخب مصر وعمل هجمه، انا مش فاكر ان ده. فانا شايف ان هو بعيد يعني، كان ممكن حمدي فتحي يلعب يعني. حمدي فتحي من وجهه نظري برضه. طيب برضه لا بعيد جدا. بعيد جدا. بس هو واضح ان في قناعه بامكانيات احمد حسن كوكا، دليل ان في عدد من المديرين يعني في يعني مثلا كوبر اختار كوكا، ما راحش معاك كاس العالم بس كان بيختاروا في معظم التصفيات، عندك اجير اختار كوكا، كابتن حسام بدري بيختار كوكا. خلينا متفقين في حاجه ان ساعات بتبقى مجبور على ده يعني. احنا كان السنوات اللي فاتت كلها عندك ازمه في مركز المهاجم. دي حقيقه انت فاكر طبعا يعني. حتى لما لعبنا في 2017 كاس الامم الافريقيه في ماتش المغرب تقريبا الكهرباء كان بيلعب راس حرب بعد اصابه مروان محسن. انت عندك ازمه لكن دلوقتي بقى عندك بدايل. الاول ما كانش عندك بدايل او ما كانش عندك ثقه في البدايل. لكن انا شايف ان الموضوع صعب. يعني كوكا بعيد جدا ان هو يبقى راس الحربه الوحيد في منتخب مصر، سواء بقى في التصفيات كاس الامم الافريقيه او في كاس العالم. لازم يبقى في حل بديل لكوكا، لازم يكون في حد تاني يعني من وجهه نظري. هل ده التشكيل الانسب اللي ممكن يكون كابتن حسام البدري بيفكر فيه في المباريات الرسميه، وخصوصا ان احنا مجبرين الشهر الجاي على مباراتين يوم 16 اعتقد ويوم 18؟ طبعا هو بيبقى في صلاح طبعا مكان، ممكن يبقى مكان حسين شحات يعني لو، بس ممكن يكون ده الاختلاف الوحيد بس. لكن كوكا برضه انا مش ما اعرفش، انت ممكن الجولات الجايه في الدوري تطلع ايه مثلا يعني، تظهر امكانيات عمرو مرعي مثلا، وعندك صلاح محسن ومصطفى محمد ممكن مثلا يلعب. مصطفى محمد مهاجم هايل جدا طبعا، مهاجم نادي الزمالك مهاجم هايل جدا. فكل دول بالنسبه لي انا من وجهه نظري احسن من كوكا يعني. حتى لو صلاح محسن قاعد ما بيلعبش انا شايف انه احسن من كوكا. شايف ان مصطفى محمد طبعا لعيب في كل امكانيات يعني كمهاجم يعني، ممكن يبقى مهاجم منتخب مصر اساسا. هما كده كده في حسابات الكابتن حسام بدري، وهو كان يمكن كان قال الكلام ده، بس هو كان تنسيق ما بين المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي كابتن حسام البدري وكابتن شوقي غريب. رايك ايه في اعتماد كابتن حسام بدري على الخبرات يعني، مثلا بتتمثل في احمد فتحي وعبد الله السعيد مثلا؟ احمد فتحي زي ما قلت لك هو لازم يبقى موجود، الراجل حامل بطل كوره سواء في الاهلي او في ممكن انا ما كنتش حطيته في التشكيل بتاع مباراه الاهلي والزمالك لان انا شايف محمد هاني لازم برضو ياخد ماتش زي دوت. الراجل لعب الماتش اللي فات كان مش هقول لك ثقته اتهزت شويه، بس لما لعب في مركز غير مركزه وتسبب في ازمه دفاعيه فلازم تديله الثقه دي في ماتش شبه اللي فات بس يلعب في مركزه عشان يظهر. لكن احمد فتحي لا غنى عنه. احمد فتحي من وجهه نظري احمد فتحي يعني لعيب راجل جدا، لعيب زي ما قلت لك هو سن عامل السن بالنسبه له مش مؤثر عليه خالص. فانا شايف ان هو يبقى خبره قويه جدا، وبرده ككابتن فرقه كابتن منتخب برده شايف ان هو يستحقها بصراحه. بس طيب حته ان الكابتن حسام بدري مثلا ما فكرش ان هو ينزل بالاعمار السنيه، هل شايف ده شيء كويس ولا كان المفروض ان انت تنزل بالاعمار السنيه، ولا كان مهم ان انت تستعين بخبرات مثلا؟ بص هقول لك على حاجه، المرحله الجايه مش هينفع فيها
لاي جهاز فني في منتخبات منتخبات الكوره عامه، كابتن حسام البدري كابتن شاغل، مش هينفع، مش هيبقى فيه الاخفاقات، مش هتبقى مقبوله. تمام طبعا. انت النهارده كابتن حسام البدري عنده اختيارين وعنده ثالث. الاختيار الاولاني ان انا النهارده انزل بالاعمار السنيه واجيب اللاعب اللي هو كان بيعمله في الاهلي لما كان جهاز فني، كان ماسك مدير فني في الاهلي، كان الراجل بيلعب يعني بيعتمد على الشباب بشكل كبير قوي. النهارده لو عملت ده في منتخب مصر ما حدش هيستنى عليك طبعا، داخل على تصفيات مستحيل ان احنا يعني كشعب خلاص. الشعب المصري بعد اللي حصل في كاس الامم الافريقيه على ارضك ما اعتقدش ان هم هيستحملوا اخفاقات تاني في الكوره. اكيد شايف ان كابتن حسام لو لعب برضو بالخبره، بس طبعا لو لعبت فرق بتلعب كره سريعه، كره بتعتمد على القوه، بتعتمد على البدني عالي شويه، فهتبقى برضو في ازمه. لكن فكره الميكس ده هو الاختيار الثالث اللي انا اتمنى يبقى موجود. يعني انت لو حسبت كده، انت عندك ما عندكش الا عبد الله جمعه العمار المقبول يعني سوري الصغير شويه، وتريزيجيه والنني بس وعندك على فكره محمود علاء مش كبير، لا 28 تقريبا 27 تقريبا يعني لكن الشحات 27 كوكا صغير ماشي، ما هو برضه كوكا صغير بس ما عندوش شايف ان هو لسه بعيد شويه ان هو يلعب، محتاج يثبت نفسه بشكل اكبر يعني مع منتخب مصر بتحديدا. انت النهارده جربت مره واثنين وثلاثه، انا شايف ان استبعاده يعني من وجهه نظري انا برضه هو مش الحل، يعني ممكن يبقى اختيار تاني لكن ما بداش بيه، او هو ان شاء الله الولد يتالق يعني اتمنى له كل التوفيق. طبعا اتمنى انا بتكلم معاك في الكفنيات. لا كوكا ما عملش حاجه من ساعه من دم منتخب مصر، ما فيش بصمه. طيب رايك ايه في تعامل الكابتن حسام بدري والكابتن محمد بركات في موضوع طارق حامد واللي كتبه على الستوري وكده؟ احنا بنتكلم طبعا عن طارق بما انه عنصر من عناصر منتخب مصر يعني. بص انا شايف ان الكابتن حسام بيتميز بالحزم وقوي الشخصيه، التعامل مع اللاعبين، بيعرف يتعامل مع النجوم كويس قوي. طبعا طارق حامد زي ما انت بتقول احنا بنتكلم عليه كلاعب في منتخب مصر طبعا، وجهاز فني منتخب مصر يعني، طريقه تعامله في هذه الجزئيه. فانا شايف ان هم يعني هو كابتن حسام قادر يتعامل مع اي لعيب اي نجم لانه شخصيته قويه. كابتن محمد بركات برضه شخصيته قويه طبعا، بعيد عن يعني اللعيبه اللي ظاهر للناس شخصيه قويه. بس فانا شايف ان هو يعني التعامل مناسب ان هم ما يعني ما فيش عقوبه او حاجه رغم التحذيرات دايما موضوع السوشيال ميديا بعد الازمات اللي كانت موجوده من منتخب في امم افريقيا. بص انا شايف برضه ممكن يكون عشان التجربه وديه، عشان المعسكر ممكن يكون مغلق شويه، كله في دور واحد، المطعم في دور، ما بيتصوروش مع الجماهير، ما بينزلوش، بس ده عشان زي ما قلت لك اللي حصل قبل كده. لكن التعامل انا شايف ان هو تعامل كويس في المرحله دي. طيب سؤالين بشكل سريع فيما يتعلق بالمنتخب الاولمبي، تتوقع تاهله باذن الله لاولمبياد طوكيو وفوز بالبطوله ولا تتمنى؟ واحنا كلنا بنتمنى في الحقيقه، لكن هل تتوقع ولا الموضوع؟ اتوقع بس هيبقى صعب شويه. صعب بس اتوقع ان شاء الله يعني واتمنى. طيب منتخب مصر الاول مع كابتن حسام بدري بتفكر ازاي في المسيره نفسها هتبقى عامله ازاي ان شاء الله؟ انا شايف ان كابتن حسام زي ما قلت لك احنا هنشوف النهارده ان شاء الله المباراه هيبان ملامح، لكن هو كمدرب لا عنده طريقه قادر طبعا قادر 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 باللعيبه اللي معاه. اختم معاك بماتش الاهلي والزمالك، تقدر تتنبأ بالمباراه والسيناريو اللي ممكن يحصل؟ والله صعب 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 جدا صعب جدا يعني. لكن المعطيات مثلا اللي بتظهر لك قبل المباراه يعني شايفها؟ والله بص هقول لك على حاجه، هو الاهلي فيه مفاتيح لعب، فيه جهاز فني بيستغلها كويس، الزمالك فيه مفاتيح لعب لو استغلها كويس يعني هيأثروا في المباراه ان شاء الله ما استغلهاش. لكن انا بكلمك في خلاص بنتكلم على قطبي الكره المصريه، ان شاء الله الماتش يبقى كويس، ان شاء الله يبقى فيه روح رياضيه. وده الشيء المهم في الحقيقه. ده اللي احنا بنتمناه يعني ايا كانت نتيجه المباراه. نبره التعصب اللي دايما بتسبق مباريات القمه يعني بتشوف تفسيرها ايه؟ شايف ان هي جماهير بعض الجماهير صغار السن برضه، الفكره برضه بيتفرجوا بره على قصه بيتابعوا صفحات الالتراس الهوليجانز الكلام دوت اللي هو يعني بتاعت الانديه الخارجيه العالميه، فبيحبوا يقلدوا، لكن ان شاء الله ما نشوفش ده باذن الله يعني. المباراه هتبقى فين؟ ما تعرفش؟ لا لسه ما حدش علم. بس انا اتوقع في برج العرب. تتوقع بجمهور ولا من غير؟ اتوقع لا مش عارف برضه، بس اتوقع بجمهور يعني.
لو في برج العرب بجمهور. اتوقع هو المفروض لحد دلوقتي هي في استاد القاهره بس ما فيش اي يعني حد اعلن عن اي حاجه يعني. الفكره اصلا انت برج العرب لو في جماهير انت بتعرف تسيطر على الجماهير. وليه ما نقدرش نسيطر على الجماهير في استاد القاهره؟ ما استاد القاهره كان مليان جماهير في امم افريقيا يعني. ما انا هقول لك على حاجه، انت النهارده لسه بنتكلم عن التعصب. في زي ما قلت لك معدل اعمار معين بقت القصه بالنسبه لهم صعبه يعني. بس التعصب بالنسبه لهم بقى خلاص، فانت النهارده مش عاوز مشاكل. ف ونتمنى ان شاء الله بعد كده نشوف المباريات في استاد القاهره بجماهير باذن الله، بس ده برضه يرجع للجماهير. اكيد الجماهير لو اثبتت حسن النيه في اكتر من مباراه خلاص الدنيا هتفتح يعني. ان شاء الله باذن الله نتمنى انتهاء التعصب او ان هو يقل شويه على اقل تقدير يعني خلال الفتره المقبله، خصوصا ان احنا مقبلين على مباراه مهمه قوي، مباراه الاهلي والزمالك، فرقتين كبار جدا، وان شاء الله هي دعوه للاستمتاع من الجانب الفني، ونتمنى نستمتع اكتر بحضور الجماهير في هذه المباراه. وهنشوف طبعا القرارات هتكون ايه بشكل نهائي خلال الايام القليله جدا المقبله، ونتمنى في النهايه طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي انه يفوز في هذه المباراه ويضيف 3 نقاط اخرى في رصيده ومشواره في بطوله الدوري. استاذ محمود انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. ميرسي يا حبيبي، ربنا يخليك. بشكرك شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز استاذ محمود عبد السميع الناقد الرياضي بالاهرام، واتكلمنا في العديد من الملفات اللي بتتعلق بمنتخب مصر الاول والاولمبي، وايضا فيما يتعلق بالنادي الاهلي ومباراته المقبله مع نادي الزمالك. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، استنونا حلقه جديده بكره باذن الله تعالى. الى اللقاء.